الفتره اللي فاتت في مباريات وديه كتير داخل القطاع علشان اللعيبه كلها تجهز علشان الدوري اللي هيبتدي ان شاء الله على الابواب خلال ايام قليله. كان في لقاء مهم الاهلي والترسانه مواليد 2001 اللي انتهى بفوز كبير للنادي الاهلي 5-2. نروح نشوف مع بعض اهداف اللقاء وايضا لقاء بعد المباراه مع الكابتن عمرو انور المدير الفني. دي كانت مباراة الأهلي أمام الترسانة، معانا بعض الأهداف طبعًا. المباراة كانت انتهت بفوز كبير للأهلي 5-2 وفي استعدادات كبيرة جدًا علشان إن شاء الله بداية الدوري اللي هيبتدي خلال أيام. أحرز الأهداف برضه أقول لحضراتكم أحمد عربي أحرز هدفين، محمد رضا، علي عمرو، وحسام ياسين. نروح نشوف لقاء مع الكابتن عمرو أنور المدير الفني لفريق 2001 ونروح بعدها الفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. شايف برضو ان احنا عندنا مجموعه لعيبه كويسه جدا، وحته المساحه اللي انت بتتكلم فيها دي هم اللي فرضينها صراحه، يعني لان انت لو ما عندكش لعيبه امكانياتها عاليه وما عندكش لعيبه كويسه مش هتقدر تديهم المساحه دي. فانا بتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل موسم طيب، ويبقى البدايه بتاعتنا ان شاء الله يوم السبت تبقى بدايه ايجابيه ان شاء الله، تقدر تحط يعني رجلينا على الطريق الصحيح ان شاء الله ان احنا نكمل موسم بشكل كويس جدا، ونقدر ان شاء الله ان احنا يعني نصعد اكتر من لعيب للفريق الاول، ونمشي برده في الخط واحد ان احنا برده نبقى متصدرين متسابقه ان شاء الله باذن الله من اول مباراه. يعني انا الكلام ده قلته للعيبه، واللعيبه مستوعباه كويس جدا، ان احنا كل مباراه هتبقى بالنسبه لنا بطوله، لان احنا ما انتش خلاص، انا وجهه نظري احنا خلاص ما بقيناش نلعب في مسابقه 2001، احنا بنلعب في مسابقه رديف فيها نص الفرقه هتنزل تلعب من الفريق الاول قصادك. اللعيبه عندها طموح، واللعيبه عندها يعني ايجابيات كبيره جدا بدات من اول فتره الاعداد. نتمنى ان شاء الله ان كل ده يترجم في الدوري باذن الله. احنا كان المخطط بتاعنا النهارده ان احنا هنلعب 45 دقيقه و45 دقيقه، بس حصل ان الفريق الاول استعان بخمس لعيبه من عندنا، فحصل يعني شويه كده ان احنا ادينا لعيبه 45 دقيقه، دخلنا لعيبه ثانيه اللي هي راجعه من الاصابات، اللي هي عايزه تجهز، عايزه تاخد وقت اطول، عايزه تاخد دقايق اكتر. استعنا بعض اللعيبه برده من 2003، بحيث ان احنا برده عندنا العدد قليل شويه بسبب موضوع الاعارات وموضوع اللعيبه اللي بتتمرن مع الفريق الاول. فلا احنا الحمد لله، يعني انا شايف ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. تجربه انا شايفها مفيده جدا، فريق كويس، فريق نادي الترسانه. لعبنا برده فرقتين الشوط الاول والشوط الثاني، معظمهم يعني معظم اللعيبه بتاعت الشوط الثاني من 2003 ولعيبه راجعه من الاصابات، بس ما مش هو ده الاساس. احنا كنا عايزين نجرب حاجه معينه، كنت بتمنى ان يكون الخمس لعيبه اللي هم تصعدوا مع الفريق الاول النهارده يكونوا موجودين معانا، بحيث ان احنا نحط ايدينا على التشكيل الامثل اللي هنبدا بيه ان شاء الله يوم السبت. بس لا، البركه في اللي موجود، اللعيبه كلها الحمد لله مستوى متقارب. عندي لعيبه عندها دوافع وحوافز، ان شاء الله ده هيطلع وهيبان في بدايه الدوري باذن الله.